المحطة القمرية، جديد علم الفضاء في روسيا. 1961، جاجارين أول إنسان، أول رائد فضاء يدور حول كوكب الأرض ثم يعود إلى قاعدة بايكونور في كازاخستان. ده حدث تاريخي كبير جدا. الرئيس جون كينيدي قال ما ينفعش السوفييت يلفوا حوالين كوكب الأرض ويحرجونا بالطريقة دي وإحنا ما عملناش حاجة مميزة عند هذا المستوى. كده السوفييت أول قمر صناعي، أول رائد فضاء يدور حول الأرض، فمش منظر للأمريكان. فالرئيس كينيدي قال لازم نصل إلى القمر، واتعمل برنامج أبولو اللي بموجبه نزل أول إنسان أرمسترونج الأمريكي على سطح القمر. زي برنامج أبولو، في برنامج اسمه البرنامج القمري الروسي اللي هو خاص بدراسات القمر والوصول إلى القمر. هذا البرنامج الرئيس بوتين اتكلم عنه الأيام الفائتة وقال إن الهدف دلوقتي إنتاج صاروخ قوي جدا جدا، يقدر بناء على هذا الصاروخ يطلق محطة قمرية روسية. حضراتكم في المحطة الفضائية الدولية، اللي شاف فيلم جيوستورم هيشوف تفاصيل هذه المحطة الفضائية الدولية. دي محطة ثابتة خارج الغلاف الجوي للأرض، وبتروح بعثات هناك وترجع، يودوا بقى أكل وشرب ومعدات ويرجعوا، والرواد بيقعدوا 6 شهور ويرجعوا أو مدة أقل أو أكتر. فدي محطة فضائية ثابتة في الفضاء، والرواد يطلعوا من الأرض ويرجعوا تاني للأرض. الروس هيعملوا محطة، لكن بقى مش محطة فضائية دولية زي اللي موجودة، إنما محطة قمرية، يعني مش حول مدار الأرض وإنما حول مدار القمر. فالرئيس بوتين بيقول إن هم هيوصلوا إلى مدار القمر وبعدين يؤسسوا المحطة القمرية الروسية، وإن من هذه المحطة بقى الرواد هيطلعوا من الأرض للمحطة ويرجعوا الأرض. لكن بعد شوية هتطلع مركبات من المحطة القمرية الدولية أو المحطة القمرية الروسية إلى القمر ويرجعوا مرة أخرى. إذا بنتكلم على إنجاز علمي جديد، صاروخ قوي جدا يقدر يحمل محطة إلى مدار القمر. نمرة 2، محطة قمرية دائمة حول مدار القمر. 3، مركبات فضائية تنطلق من المحطة القمرية بعد إنشائها للنزول إلى سطح القمر وعمل دراسات أعمق وأقوى من دراسات برنامج أبولو الأمريكي. إذا بنتكلم على مش خيال علمي، بنتكلم إن إحنا تجاوزنا حتى الخيال العلمي، إن مش حد هيروح القمر ويرجع، إنما هيبقى في محطة قمرية تدور حول القمر، منها مركبات تصل إلى القمر في أي وقت ثم تعود مرة أخرى إلى المحطة القمرية الروسية. إذا هذا هو جديد علم الفضاء في روسيا. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.